صباح الخير لكل المشاهدين. نهار جمعة اليوم بكون عادة آخر نهار الأسبوع بنعمل في رياضة. ليلي تبعني كل الأسبوع بكون شايف إنه نحنا ركبنا بازل خلال هالأيام يلي قطعت. يعني كل يوم نحنا نقينا أريا معينة أو عضلات معينة أو حتى موضوع بركي معين اشتغلنا عليه، وهذا دائما بيتجدد كل أسبوع. وكون أنا عم بحضر قبل ما بلش الأسبوع شو بدي أعطي وكيف بدي أعطي وليش بدي أعطي وليش بدي أحكي عن هالمواضيع. كل اللي عم جرب أقوله أنه التمرين تبعكم لازم يكون بإطار معين، ما لازم تتمرنوا عشوائيا، لازم تعرفوا شو عم تتمرنوا، لازم تعملوا إذا بدكم تعرفوا تعملوا فوركاست لقدام، تقولوا أنا هالنهار بدي أشتغل على هالعضلة، هالنهار بدي أشتغل على هالمكون الأساسي من عالم اللياقة البدنية، وهالنهار بدي أعمل هذا الشيء. على بهالموضوع وبشكل مترابط وبشكل وسيء كتير، نهار السبت انا رح اقول لكم شو رح تعملوا. رح تنزلوا تتفرجوا على الهانبل وورير شو يلي رح يكون بالان شيب فير على المين ستيج تبع الان شيب فير على الساعه 5:30 المساء. رح يكون شو كتير حلو بمحل معين، رح تقدروا تشوفوا كمان الابستكلز اللي حاطينه والسيركت اللي عاملينه. نهار الاحد الساعه 6 كمان المساء رح يكون عندنا ماستر كلاس، وهو دعوه عامه لكل الناس اللي حابين يعملوا اول بوت كامب للهانبل ريس بهالموسم. رح يكون كمان بالان شيب على الساعه 6 المساء سبت احد. للي ما اشتغلوا خلال الاسبوع اعطيناكم مجال تقدروا تعملوا شيء له علاقه بالريكريشن وبالرياضه. على كل حال اليوم موضوعنا بايسبس اند ترايسبس. رح نحكي عن الارمز، ولكن كمان رح تكون ايكولايزر معي اليوم لاعمل عليها حركه، استعرض معكم حركه. خليني بلش للبايسبس. رح اوقف على الستيب، I'm gonna perform بوضعية ثابتة، one arm دمبل كير، جسم جالس معدي مشدودة، أربعة خمسة ستة كمان سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وعشرة. رح أعمل سويتش هلا، استلقي على ظهري، أعمل حركة للترايسبس قبل ما أرجع أقوم وأشتغل على الإيكولايزر على مهلي. راسي على البنش من هون، وان آرم، واحد شمال يمين، دايما المعده مشدوده، ما في لزوم اقول بركي اكثر كلمتين قلتهم بهالست سنين اللي مرقوا هن من شد المعده ومنتنفس بطريقه صحيحه. بالمرتبه الثالثه بركي اكيد بتجي وضعيه جسم صحيحه. هدول مفاتيح التدريب تبعكم لتتمرنوا بطريقه كثير سيف. مور اند مور، كوع ثابت كمان، four more، one two معدة مشدودة، three and four. على مهل بنتبه على وجهنا نحن وعم نشتغل هيدي الحركة. رح روح هلا على الايكولايزر. الحركة رح اعملها مرتين تقريبا تقطع معنا بالحلقة اليوم، وبرجع بقول لكم كل حركة لها تعديلات ولا موديفيكيشنز. امبارح هي ذات الحركة عملتها على الفتنس بول، او حتى فيكم تحطوا على البنش، او حتى فيكم تعملوها بلا ما تكونوا معلقين اجريكم. انا اليوم رح استعمل الحيط، رح استعمل حيط ثابت وراي مثل اللي شايفينه هلا، لكون عم جرب قد ما في اعمل الستاند يلي بدي اعمله، اعمل نوع من البلانك يلي بدي اعملها بس تكون سيف. من هون رح روح اب لفوق، رح ثبت وشد مع التي وعد للعشرة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وعشرة. على مهلي لتحت، لازم ركابي يكونوا مشدودين 100%، لأنه إذا كانوا مطعوجين ركابي ما ببقى باللور بارت، بأضعف الإيمان ثابت على الحيط، وهذا الشيء رح يأثر على ستاند اللي أنا 80% منها رح كون عاملها على إيد على الأبر بودي تبعي. على كل حال رح أعمل حركة وأرجع عيدها كمان مرة ثانية. خليني أرجع اقعد، عملت حركة أنا واقف، خليني من هون هامر كيرل بالإيدتين سوا، واحد
اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة دقن عالي عشرة two more one and two بوقف بروح لا حركة للترايسبس كنت مستلقي على ظهري بـ supine position هلا رح أدي الحركة أنا على إجري من هون واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وعشرة I switch لهوني up and down واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وعشرة بذكر إنه لما كنا عم بشتغل على الحركة لما أطلع لفوق المعصم تبعي ما لازم يعمل هيك يعني لازم يكون في alignment كمان لازم يكون في خط جالس ما بين المعصم تبعي بهالطريقة بفتح لهون وما بعمل هيك بإيدي من فوق رح أرجع أنتقل للحركة وبرجع بقول في modifications كتير فيكم تعملون لهالحركات يعني إذا مش قادرين تطلعوا على الحيط بفضل أنا تجربوها أول شيء على شيء هي مثل فيتنس بول أو مثل بنش أو مثل ستيب وبعدين تجربوا شوي شوي تعلوا إجريكم Let's do it من هون كون عم نشتغل بدها كتير تقل على الإيدين Your arms لازم يكونوا قوية وكمان الجريب تبعيتكم على المسكة هون ما بدها تكون راخية بدها تكون كمان شديدة من هون بطلع لفوق وبعد للعشرة أنا وياكم الرأس ما بعلي لفوق كتير هون واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة and I go down slowly great برجع بنتقل على الباونس بورد بعدني عم بشتغل بنفس الأوزان من ثلاثة أنجلز اشتغلت عليهم من هون هلا up and down واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وعشرة رح استعرض أنا وياكم آخر حركة ما تنسوا تلاقوني نهار السبت على الانشيب فار ساعة خمسة ونص المساء لشو كتير حلو رح فرجيكم الحركة قبل ما انتقل لعن زميلي فادي تعملوها 15 مرة بالوقت اللي أنا بكون عم بنتقل فيه مع زميلي فادي بالزعرور كلوب هاي فادي هاي أمين كيف أجواءك تلج وهيك عم شوف الجو كتير حلو رائع جريت أنا بكرة يعني ما بعرف إذا فيك if you can join us اليوم للأسف لا بس أكيد أنا بكرة رح أكون فوق أنت بكرة الويكند إذا فيك you can join me خاصة مع الأولاد ف كتير أيه بكون أكيد. كمان تأس حلو بتمنى لك هلأ تأس كتير صح. كمان حلو وبعد ما تخلص روح عمول شوية ريكرييشن عمول شوية على السلوب شوية سنوبورد أو سكي رح أجرب يلا لا لك فادي